العقوبات المفروضة على روسيا بمثابة إعلان حرب علينا، وإن أي محاولة لفرض حظر طيران جوي من أي طرف سنعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب، وقد نفرض حالة طوارئ جزئية، وقد نذهب إلى الشاملة إذا تطورت الأوضاع. العملية العسكرية في أوكرانيا تجري وفق المخطط الزمني الذي تم وضعه من قبل هيئة الأركان الروسية، والجيش الروسي قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا. وجهت بوضع قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا.